أهلا وسهلا بكم. هذا الدرس يمكن أن يفيدك في حالتين، إما أنك سمعت باللينكس وتريد أن تجربه، لكن مسبقا تريد أن تجربه بطريقة عملية بنفسك دون أن يؤثر ذلك على أي شيء في نظامك الحالي. الحالة الثانية هو أنك ثبت توزيع من توزيعات لينكس، لكنك لازلت في مرحلة التجربة و سؤال ما هي التوزيعة المناسبة لي، وبالتالي لازلت في تلك المرحلة، مرحلة تجربة توزيعات عديدة. سنرى في هذا الدرس كيفية تجربة توزيعات عديدة دون الحاجة لا لتثبيتها ولا لحرقها على قرص CD, DVD أو حتى على ذاكرة USB. سنستغل في هذا الدرس أو لهذه الغاية سنستغل تقنية الأجهزة الوهمية التي قدمت دروس عليها أو لها في المجمع. سنحتاج لدرسين فقط، درسين بسيطين. إذا من يريد التطبيق معنا سيحتاج لدرسين في دورات الأجهزة الوهمية من المجمع. يمكن الدخول لفئة نظم تشغيل الأجهزة الوهمية، والدرسين التي سيحتاج لهما هما الأجهزة الوهمية. الدرس الأول كيفية تثبيت برنامج فيرتشوال بوكس سواء على الويندوز، لينكس أو الماك، والدرس الثاني هو كيفية إنشاء جهاز وهمي جديد على برنامج فيرتشوال بوكس. سنحتاج أيضا لملفات التوزيعات التي نريد أن نجربها، ستكون على هذا الشكل بامتداد ISO. مثلا هنا لدي امتداد أو ملفات لتوزيعات عديدة، أوبونتو، سبايون، فيدورا وغيرها. إذا أنت ستحمل التوزيعات التي تريد تجربتها، مثلا أوبونتو من موقعها الرسمي. أغلب توزيعات لينكس هي مجانية ويمكن تحملها من مواقع التوزيعات الرسمية. إذا بعد تثبيت أو بعد تحميل الملف، ملفات التوزيعات التي نريد، سنفتح برنامج فيرتشوال بوكس بعدما قمنا بتثبيته. قمنا بإنشاء جهاز وهمي عليه، لا نحتاج لتثبيت برنامج أو نظام تشغيل على ذاك الجهاز الوهمي الذي قمنا بإنشائه. تفاصيل هذه المرحلة، أي مرحلة إنشاء جهاز وهمي، ستجدونها في الدرس الثاني من دورة الأجهزة الوهمية. إذا سنحتاج الآن اختيار جهاز وهمي، وهنا في Storage أو في Settings، ندخل لSettings وننتقل لStorage، وهنا في IDE Control لدينا قارئ أقراص وهمي نختاره، نضغط على هذه العلامة هنا ونختار Choose a Virtual CD DVD Disk File. ننتقل لملفات التوزيع التي نريد أن نجربها. مثلا أنا أريد تجربة توزيعات سبايون، فأختار الملف، أضغط افتح، أخيرا هنا أوكي. فألاحظ أنه في ستورج هنا لدي في قارئ الأقراص موجود الملف الخاص بتوزيعات سبايون. إذا أختار الجهاز الوهمي الذي أشتغل عليه دائما وأضغط ستارت. الآن سيبدأ تشغيل الجهاز الوهمي، وبداخل قرصه الوهمي موجود ملف توزيعات سبايون يمكنني تجربته. إذن الآن يمكنني أن أجرب توزيعات سبايون فقط باستخدام ملف الايزو الذي قمت بتحميله من موقع سبايون. لا أحتاج لا لحقه على CD ولا DVD ولا ذاكرة USB، ولا أحتاج أيضا لتثبيته، يمكنني فقط تجربة التوزيع من ملفها. لن أكمل هنا حتى تظهر واجهة سبايون. اختصار للوقت، من يريد التجربة إذن سيكمل حتى تظهر الواجهة ويجربها يعمل بها. نقوم بغلق الجهاز الوهمي. افترض أني أريد تجربة توزيع ثانية، نفس الشيء. أدخل على Settings، أنتقل إلى Storage، هنا أختار قارئ الأقراص، أضغط Choose a Virtual CD DVD File Disk، وأختار توزيع أخرى، ملف آخر مثلا Open Source. أوكي و Start. الآن سيفتح الجهاز الوهمي لأجرب توزيعات Open Source، وهكذا. أي يمكنني أن أجرب توزيعات عديدة جدا بهذه الطريقة دون أن أحتاج لا لحرقها على CD DVD ولا حتى على ذاكرة USB. إذن أيضا هنا أوقف الجهاز الوهمي. إذن هذه هي الطريقة التي
يمكن أن يتبعها أي شخص يريد تجربة توزيعات عديدة من توزيعات من أنظمة لينكس، سواء كان فضول أولي أو كان لتجربة توزيعات أخرى ليستقر عليها. في النهاية أشير لأنه لا يجب الحكم على سرعة التوزيعات حين نثبتها على جهاز وهمي، لأنها تكون بطيئة أبطأ من لو ثبتناها حقيقة واستعملناها. والملاحظة الأخيرة هو أنه من له جهاز وهمي على برنامج فيرتوال بوكس وثبت عليه نظام تشغيل معين، يجب أن ينتبه أنه عليه الدخول مرة أخرى لسيتنج ستورج وأن يقوم بإزالة القرص من هنا Remove Disk from Virtual Drive حين ينتهي من تجربة التوزيعات التي يريد، كي يقلع النظام من القرص الصلب حين يريد فتحه من جديد. إذا كانت هذه هي طريقة تجربة توزيعات عديدة من أنظمة لينكس بطريقة سهلة. نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.